صباح الخير عليكم. أنا سعيد جدا أنني نكون معكم هنا في تونس، طبعا إلى جانب إخواننا وإخواتنا في البلدان المنطقة لنناقش يعني كيفاش إحنا في البلدان ديالنا نبحثوا على استعادة حقوقنا في الثروات في الأرض في المال، وبالخصوص الآن إحنا في سياق الثورات الآن اللي تخوضها الشعوب المنطقة في الشوارع واللي فيها فعلا المطالب بتاع العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية وكذا، فبالتالي فهذا اللقاء يعتبر جد مهم في هذا السياق. وتكاملا لمختلف يعني المقاربات لمسألة السيادة الغذائية، مسألة يعني تعال الرأسمال في القطاع الفلاحي في المنطقة، فاحنا قمنا كذلك إلى جانب رفاقنا في التوانسة وكذلك في مصر وفي المغرب بدراسة ميدانية تقريبا اشتغلنا فيها حوالي سنتين يعني استخراج العناصر الرئيسية لهذا النموذج الزراعي السائد في المنطقة، وكذلك استشراف بالخصوص يعني البحث أو التفكير في سبل بدائل لهذا النموذج. وبالتالي فأولا أريد التأكيد على التركيز، وهذه يعني الدراسة نتاعنا يعني نحاول نجيب الجوهر نتاع المنطق اللي يحكم هذه الدراسة بشكل رئيسي. أولا كاين السياق الحالي نعرفوه كاملين ويبان أنه كاين تسارع أو تسريع تغلغل تاع الرأسمال الكبير، الرأسمال المالي، يعني مضاربات مضاربين دخلوا القطاع الفلاحي كما دخلوا جميع القطاعات. دونك هذا النموذج الرأسمالي الزراعي المالي والصناعي، التحويل الصناعي للمنتجات الزراعية وتجاري، فهو ما بقاش الفلاحة للأكبر، بالعكس اللي هي المضاربة التجارية وكذلك التصديري. هذا النموذج التصديري المفروض علينا طبعا في البلدان لأننا النموذج هو أساسا معد للتصدير وليس لغذاء الشعوب محليا. مسألة أخرى تمشي بالموازاة مع هذا يعني التسارع ديال التغلغل هو تسهيل استحواذ يعني الرأسماليين الكبار محليين وأجانب، يدخلوا عندنا الشركات متعددة الجنسيات والرأسمال الكبير أجنبي، دونك تحت تسهيل استحواذ تاع الرأسماليين على الأراضي والثروات المائية والبحر وجميع القطاعات المنتجة ولا المربحة، تسهيل استحواذ الرأسماليين عليها. كذلك شوفوا بشكل خطير جدا يعني الاستحواذ نتاع الشركات متعددة الجنسيات وبسبراءة الاختراع على البذور وتدمير البذور المحلية. كذلك هيمنة الشركات متعددة الجنسيات في المجال تاع الأدوية والأسمدة والتجهيزات إلى آخره، وبالتالي فهناك يعني هيمنة بشكل مطلق في هذه المجالات. ثم مسألة أخرى اللي هي مرتبطة في هذا كله هو تحرير، لا يسمى تحرير يعني المنتجات الفلاحية والغذائية وجعلها مضاربة، سوق ديال المضاربة المالية، فسواء يعني مضاربة محليين أو أجانب. وإجمالا احنا في المنطقة يعني هذا المغرب يعني كشكل، ولكن إجمالا هذا السياق المراحل الرئيسية لهذا النموذج وهذه السياسات كيفاش تعمقت، هو كنعرفوا جميع تقريبا كاع البلدان ديالنا مرت من فترة الاستعمار في بداية القرن 19 حتى أواخر الخمسينات البداية تاع الستينات، ومن بعد الستينات كانت هناك محاولات سواء بعض البلدان اللي يعني استمرت في نهج نفس السياسة الاستعمارية أو حتى البلدان التي كانت في أولى محاولات قطيعة، لكن في الأخير الأمور رجعت للجوهر ديالها، ومرحلة بناء رأسمالية زراعية في مجمل البلدان تاعنا، وهذه الرأسمالية الزراعية تابعة طبعا للخارج على مستوى المعدات والتمويل والتسويق إلى آخره. وهذه الفترة كلها تقريبا من البداية تاع الستينات حتى البداية تاع الثمانينات اللي غادي يجي فيها ما يسمى بالبرنامج التقويم الهيكلي اللي فرضته مؤسسات الرأسمال العالمي على مجمل عديد من البلدان التابعة وضمنها طبعا المنطقة تاعنا، واللي البدايه تاع الثمانينات حتى الاواسط تاع التسعينات، وكنا كنعرفوا ان المنطقه شهدت عديد من الانتفاضات الشعبيه في تونس وكذلك في الجزائر وفي المغرب وفي مصر.
هذه الانتفاضات الشعبيه ضد هذه السياسات التدميريه اللي كانت نتاع البرامج التقويم الهيكلي في الفلاحه اللي كتعني يعني الدوله انسحبت من دعم الفلاح الصغير وتركت القطاع الراسمالي الخاص هو اللي تولى هذا وما ينتج عنه من تفقير للفلاحين الصغار. المرحله الرابعه اللي غتجي هي الانضمام ما يسمى بالانفتاح المعمم يعني فتح الحدود للرسامين والسلع الاجنبيه اللي تتدفق على البلدان ديالنا وكان فيها مثلا العديد من البلدان تاعنا دخلت لمنظمه التجاره العالميه الجزائر مثلا ولكن حتى هي في المنطقه تاعها سنات عقد اتفاق التجاره مع الاتحاد الاوروبي في نفس المتضمنات تاع منظمه التجاره العالميه واللي هي غتبدا من الاواسط تاع التسعينات حتى الاواسط تاع السنه 2000 واللي هي سنة 2000 اللي غادي نجيو نعرفوا فيها المرحلة نتاع الأزمة الرأسمالية العالمية اللي كانت 2007 وتعميق هذا المنحل الليبرالي واللي طبعا هذه الأزمة الرأسمالية اللي كانت 2007 تدخل ضمنها الأزمة الغذائية، فكانت الأزمة الغذائية كذلك 2007 وما تلتها من انتفاضات شعبية في المنطقة انتفاضات الخبز اللي كانت تسمى لأن يعني الأزمة الغذائية كانت بشكل حاد وجات من بعدها مباشرة هذيك الصيرورة الثورية اللي بدات في تونس في أواخر عشرة يعني ولات الموجة الثورية في المنطقة كلها بداية من 2011 جات هذا السياق تاع هذه الأزمة تاع الرأسمالية والأزمة الغذائية وتعمقت يعني كل هذا المسار التاريخي اللي تحدثنا عليه. وطبعا من بعد 2007-2008 شنو غادي يوقع؟ غادي يدخلوا هذه المؤسسات تاع الرأسمال العالمي بمعنى صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، منظمة التجارة العالمية، الحكومات تاع البلدان ديال الشمال الإمبريالية، وكذلك الحكومات والأنظمة تاعنا في البلدان ديالنا، كلهم غادي يدخلوا ويقولوا أن المشكل ليس في السياسات الليبرالية اللي كانت بل في تطبيقها. وبالتالي يجب تعميق يعني تطبيق هذه السياسات، هذه المنحة النيوليبرالية بمعنى مزيد من التركيز على القطاع الخاص اللي هو اللي غادي يهز يعني الإنتاج. وطبعا جات هذا السياق كله ديال الازمه اولا علاش كل هذا الشيء تعميق المنحه لتحسين شروط الاستثمار اللي كتطالب بها الشركات متعدده الجنسات على المستوى العالمي ضمن ضغط هذوك المؤسسات الراسمال لصالح الشركات متعدده الجنسيات. ثانيا مرافقه الراسماليين يعني الزراعيين المحليين في ظل هذا الشيء اللي كتسمى العولمه الراسماليه والمنافسه والتدفق السلع والمضاربات الماليه الى اخره هذه كلها لمواكبه أو لمرافقة الرأسمالي المحليين حتى يتجاوزوا الصعوبات اللي ناتجة على هذه المنافسة الرأسمالية على المستوى العالمي. وطبعا شكون الضحايا ديال هذا الشيء كله؟ يعني الآثار المدمرة ديال السياسات الفلاحية النيوليبرالية، أولا الناس المنتجين بشكل مباشر، دوك الفلاحين الصغار وصغار البحارة، هادو شهدوا في تلك هذه المدة كلها اللي تحدثت عليها من البداية تاع الثمانينات، كاينة صيرورة إفقار لهذه الفلاحين الصغار وتهميشهم بشكل رئيسي، ولكن هذه الصيرورة تعمقت منذ يعني هذه العشرين أو 30 سنة الأخيرة بشكل حاد جدا، ونشوفوا الآن الاندثار تاع فعلا فئة كبيرة من الفلاحين الصغار وصغار البحارة. وطبعا معاهم كذلك أيضا في يعني بالموازاة هنا نمو أو التغلغل تاع الرأسمال الكبير في الفلاحة، فيه كذلك عمال وعاملات زراعيات يشتغلوا في هذه الفلاحة، ونشوفوا القاعدة العريضة تاع هاد العمال والعاملات الزراعيات هم فلاحة أصلا أفقروا ولاو كيخدموا عند ذوك الشركات الكبار اللي يحوزوا على الآلاف الهكتارات إلى آخره من أجل التصدير إلى آخره. دونك هذه تا هما يعني كنشوفوا حدة الاستغلال نتاع هذه الفئات كيفاش أن حتى الدول والأنظمة تسهل شروط الاستغلال ديال هذه العاملات العمال الزراعيين. ومسألة أخرى اللي هي معروفة تعميق الهجرة الجماعية من القرى يعني التدمير ديال الإفقار ديال الفلاحين يخرجوا يمشيوا لتعميق الهجرة، ولكن نظرا لتخلف البنية الصناعية نتاعنا ما كاينش فرص تشغيل في المدن، وبالتالي فتنامي البطالة الجماهيرية في البلدان تاعنا اللي فيها يشكلوا فيها سكان القرى واحد الجزء اللي هو كبير. وطبعا العواقب البيئية احنا فيها يعني تدمير الارض والمال كل معروف بكثره المبيدات والاسمده الى اخره والتنوع البيولوجي والغابه والبحر يعني والتلويث الطبيعه تسميم البشر حتى باش هو يعني المبيدات وجميع انواع
يعني الابتكارات نتاع في المختبرات نتاع الشركات اللي جعلت في الاخير ان هذه المصيبه المفروضه علينا تدمر كل شيء، تدمر الطبيعه والبشر. ومساله اخرى هو في هذا الشيء كله، يعني ان الدول والانظمه منحت اعانات كبيره جدا وسهلت الاستثمار نتاع الراس مال الزراعي كبير طيله 30 و 40 سنه الاخيره، ولكن في الاخير اللي نشوفوا شنو اعطتنا هذه السياسه حتى الغداء ديالنا ما تضمنوش. طبعا هي في الجوهر ديالها هي مش ليس مهمتها الغداء بقدر ما هو المضاربه الماليه. فبالتالي نشوفوا في جميع البلدان تاعنا تعميق التبعيه الغذائيه، ولينا الغداء ديالنا نستوردوه كامل ونصدروا احنا امور اللي ما احناش يعني داخله في الطبق الرئيسي تاعنا. وهذا السلاح نتاع الغذاء ولا كذلك اداه الاستعباد نتاع الشعوب، ولا وسيله ضغط بالنسبه للمراكز نتاع الراسمال الاجنبي باش يفرضوا علينا القرارات ديالهم، وطبعا بمساعده الحكومات والانظمه ديالنا لانهم حتى هما كيستافدوا كسماصره مستوردين ومصدرين الى اخره. وملي نشوفوا حنايا هذا التعميق التبعيه الغذائيه بمعنى احنا كنصرفوا فلوس باش نستوردوا، واعطينا اعانه كنصرفوا فلوس باش نستوردوا، دونك منين غنجيبوا هذوك الفلوس من المديونيه. دونك تعميق المديونيه ديال مختلف البلدان ديالها وما تعني ايضا من برامج نقص الشكر. دونك اللي تسديد المديونيه نقصوا في التعليم نخلصوا الصحه نعملوا كذا، وبالتالي فالشعب الفئات الشعبيه هي في الاخير اللي تحمل النتائج ديال هذا النموذج الزراعي اللي هو في الحقيقه مدمر على جميع المستويات. وبالتالي فكنشوفوا الان في السياق هذا الشيء كله يعني الناس تناظر وكاينين نضالات ضد هذا النموذج ديال الاستحواذ على الثروات بشكل كبير. في هذا السياق الحالي اللي كنشوفوه اولا كنشوفوا الان نضالات كثيره في المنطقه تاعنا من اجل الحق في الارض، في الماء، في الثروات، وكذلك في البنيات التحتيه في القرى. فالقرى جد مهمشه وسكان القرى يخرجوا يطالبوا ببنيه تحتيه من طرق، مستوصفات، مدارس الى اخره الى اخره. وكذلك يعني صغار البحاره لان الثروات البحريه جد يعني استنزاف خطير جدا، والعاملات العمال الزراعيين ضد الهمجيه ديال الاستغلال اللي كيمارسوها عليهم هذوك الراسمال يعني الكبير. وهذا الشيء كله في سياق اساسي هو ان الان المطالب نتاع الشعوب الان في الشوارع نتاع المنطقه، في شوارع يعني في الانتفاضات اللي كاينه، وبالتالي هذه المطالب هي ضمن هذه المطالب الاجماليه اللي هي العداله الاجتماعيه والحريه والكرامه، فداخله فيها هذه كله هذه الامور ديال الحق ديالنا في الثروه، في الثروه نتاعنا وفي الارض نتاعنا وفي الماء ديالنا. وطبعا كنشوفوا الان اشنا هي الاستجابه نتاع هذه الانظمه والحكومات ديالنا هو القمع. وكنشوفوا الان يعني القمع المسلط على هذه النضالات احنا في المغرب بالخصوص اساسا كاين عده اعتقالات متابعات في حق هذ الناس اللي كينظروا من اجل هذا الحق ديالهم. وبالتالي احنا في اخر المطاف تنقول عناصر بديل زراعي احنا كنا يعني ناقشناه بشكل كبير مع الفلاحة ومختلف المتدخلين بالنسبة لنا في المغرب، هو حق الشعوب في تحديد سياسة الغذائية، لأن هذه هي السيادة الشعبية، أن احنا هذا الشيء اللي كتفرض علينا من الخارج طبعا بالحكومات والأنظمة ديالنا اللي كتمارس هذه السياسة لصالح هذيك الأقلية. دونك حق الكامل ديال هذه الشعوب في الثروات ديالها وفي المجالات الترابية ديالها إلى آخره، والبذور والماشية، كل هذه الأمور اللي وطبعا هذا البديل يرتكز على اسسين، اولا الاصلاح الزراعي، الاصلاح الزراعي ما بقاش كيتذكر في الوقت لانه مساله رئيسيه اليوم الاصلاح الزراعي، يعني ملي تنقول العداله الاجتماعيه يجب شكون اللي كيملك الارض، شكون اللي كيملك الماء، شكون اللي كيملك الغابه، شكون اللي كيملك هذه، وبالتالي استعاده الشعوب حقها في الارض بعد لان كاين ثم كذلك البديل تاع الزراعه البيئيه.